عامها فتح الله غولن تمول 5 مدارس في موريتانيا، مؤكدا أن هذه المدارس تمثل خطرا محتملا كبيرا لموريتانيا وللعلاقات الدبلوماسية بين نواكشوط وأنقرة. جاء حديث السفير التركي خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم بنواكشوط بمناسبة مرور عام على المحاولة الانقلابية في تركيا. هنا 5 مدارس تركية في موريتانيا، وقد وقعنا مع السلطات الموريتانية اتفاقا في شهر دجنبر 2016 وننتظر ردها لنستلم تسيير المدارس كممثلين للحكومة التركية ومنظمة مالي، وننتظر الضوء الأخضر من السلطات الموريتانية ونتمنى أن نحصل عليه في الأيام المقبلة، وقد وعدونا به ونتعهد بمواصلة العمل وتطوير الأداء داخل هذه المدارس. وللعلم نحن نقف هنا ضد أشخاص سيئين يظهرون بمظاهر الطيبة وقد يتسببون في مشاكل كبيرة لموريتانيا بما فيها التدخل في سياستها الداخلية. نشرتنا متواصلة وفيها بعد فاصل قصير. انطلاق الدورة التكميلية للبكالوريا ومسابقة دخول مدارس الامتياز، ووزير التعليم يتحدث عن